السلام عليكم. عندي أسئلة جغرافية الأول متوسط الفصل السادس. السؤال الأول، عرف النمو السكاني، وشو تعرف شنو يطلق على تزايد السكان بين تاريخين معلومين، ويأتي هذا النمو الفرق بين المواليد وعدد الوفيات من الهجرة. نعم، ما هي العوامل المؤثرة عليه؟ أولا هو الفرق بين المواليد وعدد الوفيات ومن الهجرة، وهذه العوامل تؤثر على النمو السكاني. زين، عرف التعدين. التعدين هو نشاط استخراجي يقصد به استغلال ثروات باطن الأرض، مما يتطلب من خبرة ورأس مال على مود يستخرجون النفط والفحم والحديد. السؤال الثاني، تطور النشاط التجاري، هذا تعليل، شنو السبب؟ بسبب تطور وسائل النقل والمواصلات، وبعد وتحسين مستوى الاقتصادي للبلدان العالمية، مما تطور النشاط التجاري. إذا شلون تطور التجارة؟ وسائل النقل، أولا وسائل النقل تطور، وبعد وتحسين مستوى الاقتصادي، ها هي كلمتين. زين، السؤال الثالث، تعريف الصناعة ودور نشوء أو تقدم بيئتها. الصناعة تعريفها هي النشاط البشري الذي يحول المادة الأولية من شكل إلى آخر، زين، بحيث يتلائم مع أغراضه. شنو دور البيئة اللي نشأتها؟ يعتمد هذا النشاط على شنو؟ يعتمد على تقدم البيئة من معادن وأخشاب. إذا شنو دورها؟ تقدم المعادن والأخشاب والمحاصيل الزراعية، هاي شي يسموها مواد أولية. السؤال الرابع، ما أهم المراكز الصناعية في العالم؟ شنو مراكز الصناعية في العالم؟ هي غرب أوروبا أولا، وشمال شرق الولايات المتحدة، هاي اثنين، وروسيا واليابان، هاي المراكز الصناعية المشتهرة بيها. زين، أدي السؤال، ندير الورقة. سؤال خامس، فراغات. أكبر نسبة المشتغلين في العالم في نشاط الزراعة. أكثر المناطق في العالم كثافة من السكان من هي؟ جنوب شرق آسيا. أكبر زيادة للسكان في قارة آسيا. تنتشر نشاط الجمع في أستراليا. خامسا، آخر تعداد في العراق يا سنة 1997. عندي صح وخطأ، وصح الخطأ. أولا، الكثافة السكانية في تقسيم عدد السكان في منطقة ما مساحة تلك المنطقة، صح. اثنين، المناخ لا يؤثر في توزيع السكان في العالم، خطأ، يؤثر المناخ في توزيع السكان. ثلاثة، نمو السكان هو تزايد السكان بين تاريخين معلومين، صح، هذا من التعريف. أربعة، أكبر نسبة مشتغلين في العالم في نشاط الصناعة، لا، خطأ، من نشاط الزراعة، الناس تزرع حتى تأكل. خامسا، التضخم السكاني ينشأ من أن موارد البلد لا تستطيع إعادة السكن، صح، وشكراً.